يعني نادي، انا النادي الذي يحرص على مصلحه الدوله دون ان يفرط في حقه. كل الاحكام اللي احنا عرضها النهارده هذه حلقه للتاريخ يا استاذ ابراهيم، لانها كلها انت عدد لي المكاسب لو سمحت عشان ما انساش. انت كاتب، كسبنا كم قضيه النهارده؟ مركز التسويه والتحكيم الرياضي التابع للجنه الاولمبيه، الجهه الرياضيه العليا في التحكيم، بتقر حق النادي الاهلي ضد اتحاد الكره، وتلزم اتحاد الكره بتغريمه 150 الف جنيه لصالح النادي الاهلي. لا مش عايز تفاصيل، انا عايز المواضيع. رقم اتنين، قبل بضعه ايام ايضا رفض الطعن المقدم من شركه مسك للانتاج الاعلامي ضد الحكم النهائي الصادر للنادي الاهلي باحقيته في كام؟ 134 مليون وشويه فكه كده. طيب ايضا بيتم حسم قضيه اللاعب الهارب من النادي الاهلي سليمان كوليبالي اللي انتقل للنجم الساحلي التونسي، ويتم تسويه الامر فيه مقابل مليون و400 الف دولار للنادي الاهلي. وقبلها بوقت غير قليل صلاه والتسويه اللي تمت بعد يعني تحكيم مش تحكيم، لكن تم طلب التسويه وحكم ايضا للنادي الاهلي بايه؟ بسلامه موقفه. ده معناه ايه يا استاذ ابراهيم؟ معناه ان يا جماعه لما بنقول لكم الاهلي بيتكلم، هو مش بيتكلم عشان نتيجه مباراه، لانه بيكسبها في الملعب بعون الله، ربنا هو اللي بيكرم. لانه لما بلاقيك عندك حق وبتنتصر للقيم برضه، انت ما انتش عارف الخير فين. انت عارف السنه اللي فاتت انت طلبت، فبتقول المحكمه تاجلت لشهر 7، بما يعني ان مش هتلحق تحكم لك قبل بطوله الامم الافريقيه اللي انت كنت عايز تلعب وتنهي البطوله قبليه. ربنا ما بيعملش حاجه غير الخير. فالتاجيل ده ضايق ناس كتير جدا، وكان لازمته ايه وما كان لازمته ايه وبتاع، وهتلعب غصب ماشي. تقوم يتاجل ده عشان تحسم الاول في الملعب الجداره، وبعدين ترجع تاني للحكم. هو ادبي يعني، هذا الحكم على ارض الواقع ما بيديكش بطوله، هو بيديك حقوق تانيه. البطوله انت خدتها في ملعبك، لكن ده بيديك مجموعه من الامور التانيه تعال نناقشها واحده واحده يا استاذ ابراهيم.